رغم نجاح فريقها في بلوغ المربع الذهبي لكأس الاتحاد الافريقي لأول مرة في تاريخه بعد تعادله سلبيا مع ضيفه النجم الساحلي التونسي مساء السبت، لا زال القلق يسيطر على الملايين من جماهير الأهلي بسبب الأداء المتواضع والنتائج الهزيلة التي يقدمها زملاء الحارس شريف إكرامي تحت قيادة المدير الفني الإسباني الجديد خوان كارلوس جاريدو. المستوى الباهت الذي ظهر به نادي القرن أمام ضيفه النجم الساحلي على ملعب القاهرة ونجاة الفريق من خسارة محققة أمام عناصر المدرب فوزي البنزرتي جاءت بمثابة ناقوس خطر للعملاق القاهري الذي تكبد خسارته الأولى في مرحلة المجموعات أمام ناكانا ريد ديفلز الزامبي المتواضع بالجولة الخامسة في 9 أغسطس الجاري في كيتوي، بعد أن حقق فوزا ضعيفا على ضيفه سيواسبور الإيفواري بهدف يتيم من علامة الجزاء في الجولة الرابعة في 26 يوليو الماضي. قلق جماهير الأهلي على فريقها بدأ منذ تولي المدرب البالغ من العمر 45 عاما المسؤولية خلفا للمدرب الوطني فتحي مبروك في 9 يوليو الماضي، عندما تجاوز بعدها بيوم واحد ربع نهائي كأس مصر بصعوبة على حساب الرجاء بهدف عماد متعب، ثم تواصل بعد خسارته أمام سموحة بالقاهرة بهدفي أحمد حمودي في نصف نهائي المسابقة في 15 من نفس الشهر. هل جاريدو مدرب متواضع بالفعل أم أنه يحتاج الفرصة لإظهار قدراته الفنية التي تفجرت مع فياريال الأسباني موسم 2010-2011 عندما قاده للمربع الذهبي في الدوري الأوروبي وأنهى معه الليغا رابعا؟ قدرة الأهلي بهذا المستوى الهزيل على تجاوز القطن الكاميروني في نصف النهائي والظفر بأول لقب له ولمصر في هذه البطولة التي خاصمت الأندية المصرية منذ انطلاقها عام 92. تأثير رحيل أحمد فتحي عن الفريق بعد اعتزال الثلاثي الكبير محمد بركات وأبو تريكة ووائل جمعة، وهل الصفقات الجديدة تضمن استمرار تفوق الفريق محليا وقاريا في الفترة المقبلة؟ محمد حشيش الذي لعب للمقاولون العرب وخاض تجربة احترافية في تونس في بداية التسعينات بعد أن لمع كمدافع متميز في الأهلي في حقبة الثمانينات من القرن الماضي وكان أحد النجوم الذين ساهموا في تتويج النادي بلقب نادي القرن بعد أن تألق وتواجد بصفة شبه دائمة في نهائي بطولتي أبطال الدوري والكأس، يجيب على هذه التساؤلات ويناقش العديد من القضايا التي تهم الشأن الأهلاوي بصفة خاصة والكروي بصفة عامة في الملعب. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، أرحب بضيفي العزيز وصديقي العزيز جدا كابتن محمد حشيش نجم الأهلي والمقاولون ومنتخب مصر ومدير منطقة القاهرة لكرة القدم الحالي. منور يا كابتن حشيش. أهلا كابتن أحمد، الحمد لله على سلامتك ومنور. هستأذنك بس لأن معايا مداخلة مهمة، لكن المداخلة بعد ما أقرأ هذا البيان. الأهلي في بيان رسمي يتهم الأمين بالاستيلاء على أموال النادي وطالبه ب9 مليون جنيه بناء على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر. قامت إدارة النادي الأهلي باتخاذ الإجراءات القضائية ضد محمد الأمين رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للقناة الفضائية والإذاعية وصاحب مجموعة قنوات سي بي سي ورئيس اللجنة التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع. حددت محكمة الدقي الجزئية جلسة 11 أكتوبر القادم لنظر دعوى الأهلي، والذي وجه اتهامات صريحة إلى محمد الأمين بانتحاله صفة رئيس غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع للاستيلاء على أموال النادي بعدما قام بانتحال الصفة المشار إليها سابقا، ووقع عقدا مع النادي بتاريخ 11/3/2014 بشراء حقوق البث التلفزيوني مباراتي الأهلي ومباراتي الأهلي في دور 32 ودور 16 دوري الأبطال العام الماضي والمباراه الودية للفريق والمباراه الرسمية للشباب والناشئين مقابل 10 ملايين جنيه، ولم يقم محمد الأمين بسداد القيمة المالية كاملة ولا يزال للنادي 9 مليون جنيه وفقا لشروط التعاقد المتفق عليها بين الطرفين، وطلب النادي بحقوقه المالية المستحقة لدى الأمين ووجه إنذارا قانونيا
لرئيس مجلس إدارة شركة المستقبل وتبين للنادي أثناء اتخاذ الإجراءات أن غرفة صناعة الإعلام والتي ادعى الأمين رئاستها لم يكن لها وجود وقت توقيع العقد مع النادي وكانت تحت تأسيس أنذاك، وقدم الأهلي للنيابة المستندات التي تؤكد أحقيته في المبلغ المذكور وصورة من التعاقد الذي جرى العام الماضي، وطلب النادي في دعوى القضائية بإلزام الأمين بسداد المبلغ المستحق عليه وتعويض الأهلي على الأضرار التي لحقت به من جراء هذا التصرف. معايا على الهاتف مهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيوتشر. مساء الخير يا باشمهندس. الخير يا كابتن، الخير عليك وعلى ضيفك وعلى كل مشاهدينا. اهلا بيك يا فندم. يعني الحقيقه بيان شديد جدا، بيان يخض بصراحه يعني. والله يا كابتن انا يعني بضحك لانه يعني مش عايز اعمل تعليق على البيان ده لان دي دعوه قضائيه وصلتنا النهارده الحقيقه تحديدا. نعم. تحديدا وتحولت للشؤون القانونيه لان احنا مؤمنين بان احنا في دوله قانون والقضاء يعطي كل ذي حق حقه. نعم. الموضوع باختصار شديد يا كابتن شوبير ان في تعاقد فعلا مع النادي الاهلي. حضرتك فاكر ازمه البث الفضائي السنه اللي فاتت. نعم. وكل التفاصيل اللي كانت موجود فيها. نعم. وبناء على تكليف من مجلس الوزراء للمهندس سيد عبد العزيز للتدخل لحل واجهه حلول المشكله ديت. نعم. حصلت اتصالات ولقاءات وتم التعاقد مع جهتين تحديدا، اتحاد الاذاعه والتلفزيون بقيمه 70 مليون ولحل الازمه، لان النادي الاهلي تضاعف يدي مبارياته لان المبلغ اللي كان طالع له قليل. تم التعاقد مع النادي الاهلي على 10 مليون فاصبح اجمالي القيمه 80 مليون. نعم. المفترض ان القيمه ديت اتفاق القنوات الخمسه اللي اخذت كامل مباريات الدوري العام توزع بالتساوي عليهم، وبالتالي اصبح كل قناه عليها 16 مليون بما فيهم قناه النادي الاهلي. نعم. اللي حصل الحقيقه ان قناه النادي الاهلي سددت الدفعه الاولى من المستحقات اللي عليها بشيك سلم لاتحاد الاذاعه والتلفزيون قيمته 2 مليون ونص. نعم. ولم تقم بتسديد باقي الدفعات. وخلال الاتصالات اللي كانت بتتم بينهم وبين النادي الاهلي قالوا ان احنا القناه دي مملوكه للنادي الاهلي وان في مستحقات متبادله وان احنا نعمل مقاصه مع النادي الاهلي في المبلغ اللي طالبه من مجموعه القنوات اللي هي اخذت الدوري العام. نعم. الحقيقه الكلام ده ما تمش. وانا كنت شرحت في اتصال تليفوني لرئيس مجلس اداره النادي الاهلي الموضوع كاملا. واعتقد كمان يمكن رئيس مجلس اداره الاهلي الحالي ولا السابق يا فندم؟ الحالي يا فندم. انت المهندس محمود طاهر، اتفضل يا فندم. نعم. والراجل قال لي انا قدام مجلس اداره وعايزين ياخدوا اجراءات، قلت له بالعكس انا يعني ما بمنعش تعملوا الاجراءات القانونيه الصح. بس انا في النهايه لما بقول قناه النادي الاهلي عليها 16 مليون سددت منهم دفعه اولى 2 مليون ونص يبقى باقي عليها 13 مليون ونص. نعم. انتوا بتقولوا ليكم تسعه، يبقى المفروض انه لسه على قناه النادي الاهلي مستحقات حوالي 3 مليون ونص. تمام. ده الحديث اللي تم. والحقيقه برضو اعتقد انه قد يكون وزير الشباب والرياضه تناقش مع الحالي مع رئيس مجلس الاداره في الموضوع بكل التفاصيل. احنا فوجئنا النهارده بالدعوه اللي مرفوعه دي واللي فيها اتهامات الحقيقه انا فوجئت بيها، ولكن في قضاء وانا شؤون القانونيه هتاخد اجراءاتها وهيعلم، لانه انا مش هكتفي بان المستحقات تتسدد اللي باقي على قناه النادي الاهلي. لا، الحقيقه انا هطالب بدعوى تعويض عن اللي جاي في الدعوه اللي رفعت وفي البيان اللي وزعه النادي الاهلي. حضرتك لو طلبت العقد وده ممكن يكون موجود ضمن الاستاذ اللي عندكم او من فيوتشر ميديا. العاده انا ماضي بصفته رئيس مجلس اداره شركه فيوتشر ميديا للدعايه والاعلام وليس غرفه صناعه الاعلام خالص. لا يا فندم، مكتوب وواضحه مهندس محمد الامين بصفته رئيس مجلس اداره شركه فيوتشر ميديا للدعايه والاعلام. لان فعلا خلال الفتره دي كانت غرفه صناعه الاعلام المرئي والمسموع في طور التاسيس، ولكن كان في قرار داخلي باجماع كل المشاركين في الغرفه ومضيين عليه، وده اللي بعديها صدر القرار اللي جاري على اساسه. مشكورا من الاخوه اصحاب القنوات الفضائيه الاخرى.
بين يكون محمد الامين هو رئيس غرفه الاعلام المادي والمسموع، وده صدر فعليا بقرار وزاري، وكل الموافقات دي موجوده. يعني انا بس اللي بستعجب له الحقيقه انه اصبحت موضوع تشويه السمعه شيء بقى يعني غريب شويه في مجال الاعلام في مصر وفي الفتره الاخيره تحديدا. اعتقد ان هكتفي بالتعليق ده، لانه انا اقتنع تماما ان احنا في دوله قانون، قضاء هياخد مجراه وهيعلن ايه نتيجه القضاء ان شاء الله. طيب يعني اذا حضرتك بتلخص الامر في ثلاث نقاط، الاولى انه كان هناك خمس قنوات وهي سي بي سي والاهلي وصدى البلد والتحرير والنهار، وتعاقدت مقابل دفعة مالية، لم تلتزم قناة النادي الاهلي الا بدفعة واحدة، وبالتالي توقفتم انتم عن السداد وتبقى عن السداد وتبقى مبلغ كبير على قناة النادي الاهلي. نمرة اثنين ان حضرتك وقعت هذا العقد بصفتك رئيسا لمجلس ادارة فيوتشر وليس رئيسا لغرفة صناعة الاعلام التي ذكر اسمها في البيان، واتضح انها وهمية في هذا التوقيت ولم تكن سوى شركة تحت التأسيس. ثلاثة انك ستقاضي النادي الاهلي على هذا البيان وهذا البلاغ والذي نشر عبر المواقع وايضا عبر القنوات يا فندم. ده الحقيقة مجمل الموضوع كابتن شبير. نعم. وانا اصدقت الحقيقة ان انتوا تتداول الخبر. نعم. لانه ما ينفعش يجي لك خبر ايا كان. نعم. كان. نعم. وتحجبه عن مشاهدينك. بس حبيت في نفس الوقت اوضح انه بعد ما ياخد النادي الاهلي المبلغ اللي بيطالب بيه يتبقى على قناة الاهلي المملوكة النادي الاهلي 3.5 مليون يجب ان تدفعهم الى اتحاد الاذاعة والتلفزيون. بالمناسبة يا فندم سؤال اخير معلش خارج النطاق، بصفتك رئيس مجلس ادارة فيوتشر، هل قصة الدوري العام تم حسمها ولا لسه يا فندم؟ والله لسه يا كابتن شوبير، احنا في انتظار النتائج اللي بتحصل، هل هيطرحوا الاشارات بس مناقصه مش هيطرحوها مناقصه، يعني القنوات الفضائيه الخاصه هي الخمسه تحديدا اللي اخذوا الدوري العام اللي فات لحل المشكله تكبدوا خسائر، وحضرتك عارف التفاصيل. ده صحيح، لانه تم التعاقد بعد ما ربع الدوري العام. مظبوط. سمعنا عدم وجود جماهير، كان في احجام من المعلن، والكلام ده معروف على المستوى الكروي كاملا، ولكن كانت في تضحيه من القنوات دي على اعتبار ان ليها تعاقد مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون مدته 3 سنوات حسب التعاقد اللي كان عامله مع اتحاد الكره، واحنا في انتظار ايه النتائج اللي هتيجي خلال الايام القادمه بخصوص اشاره البث ومن يملكها والتفاصيل كلها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس محمد الامين رئيس مجلس ادارة شركة فيوتشر، وارجو واتمنى وامل واحلم اي حاجة عايزين في مشروع الرجاء ده اقولوه، انه الامور دي تحل داخل نطاق الاسرة الواحدة، لا محمد بيه رجل يعني او للمهندس محمد، انا اسف للبشمهندس محمد يعني رجل له قيمته وقامته كيانه ومقامه، والنادي الاهلي طبعا غني عن الواحد يتكلم عن من هو النادي الاهلي او ما هو النادي الاهلي، فما كان ابدا يليق انه الامور تصل الى هذه الدرجه، نتمنى ان شاء الله انها تحل في اطار الاسر الواحد. كابتن محمد الموضوع عايز كالكوليتر بس يعني يعني والله حاجه صعبه بس يعني مش معقول، لان اكيد عقود زي دي في ورقيات وفي حاجات انا حابب اجيب العقد دلوقتي اكيد، فكل حاجه يعني مثبته في الورقيات، ما حدش يقدر يطلع يدعي حاجه هي مش موجوده في الورق يعني. صحيح صحيح، باشمهندس محمد قال يا جماعه هاتوا العقد وشوفوا هتلاقيني ماضي رئيس مجلس اداره فيوتشر، لانه بيني وبينك برضه الاتهام تقيل شويه، هتبقى رجل اعمال وليه اعمال كبيره في مصر انا ما بحبش كده، هو راجل صاحب القناه فانا مش عايز اتكلم عشان برضه ايه نشوف انا ما بحبش اطبل واخش في الموجه دي، اسباب برضه النادي الاهلي برضه يعني الامور خلاص يعني هو في قضاء زي ما هو قال، ونتمنى ان شاء الله انها تحل بالاطار الودي، انا مش من تعرف مش موت التطبيل يعني ما بعرفش اعمل القصه دي. محمد اسالك عن النادي الاهلي اولا، ان انت من ابناء النادي الاهلي الاعزاء، وهتكلم معاك بعد الذكريات، لكنه هل تشاطر الناس قلقها على النادي الاهلي على مستواه على عروضه، رغم انه فاز بالدوري بس الناس عامله دي حقبه فتحي مبروك محمد يوسف، وعامله دي حقبه جديده حقبه جريده، غضب الناس الشديد جدا جدا من الراجل رغم انه ما لعبش غير 5-6 ماتشات مع النادي الاهلي، وصول الاهلي للسيمي فاينال للبطوله الافريقيه ما اقنعش جمهور النادي الاهلي. شوف يا كابتن احمد، طبعا المستوى طبعا ضعيف، مستوى النادي الاهلي ضعيف في المجمل، بس ده له اسباب.
احنا لازم برضو نرجع نشوف ايه الاسباب. الاسباب هي تغيير طبعا الجهاز الفني، تغيير جلد اللعيبة بقالنا فترة كبيرة. طبعا الجيل صاحب البطولات اللي فاتت الخمس ست سنين اللي فاتوا ابتدى يعتزل او ينسحب من النادي الاهلي او يسافر او يبعد او 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 عناصر جديدة شابة صغيرة. احنا شايفين ولاد عندهم 17 و19 سنة موجودين، جهاز فني جديد بفكر جديد. احنا مش عارفين، مش عايزين برضو نحكم عليه من البداية. يعني احنا كلاعب كرة غير ما بنكونش مندفعين زي الجمهور. الجمهور طبعا الفترة اللي فاتت او النادي الاهلي خلال 10 سنين اللي فاتت سقف طموحاتنا زاد قوي. الجمهور بقى دلوقتي بطولة النادي الاهلي المفضلة ما بقتش بطولة الدوري زي ما كنا احنا بنقول. بقت افريقيا. بقت افريقيا. صحيح. دلوقتي يعني على مضض وفق الكونفدرالية. يعني ماشي. يعني عدى حاجة من ريحة افريقيا. ايوه. او حاجة جديدة لو خدناها يبقى سبق برضه. احسن من على الطبق يعني. بالظبط كده. وسبق جديد ريكورد جديد يعمله النادي الاهلي في حالة حصوله على البطولة الكونفدرالية. انما في المجمل طبعا بطولة الدوري العام السنة اللي فاتت بطولة خادعة طبعا. مستويات متقاربة ونظام الدوري كمان. صحيح. ان دورة رباعية. انت مش واخدها فرق الاهداف، ده انت واخدها مسجل. تتكلم على اللي يكسب ماتشين يعني ياخد. انت 6 وعليك 2 وهو 4 وعليه 2 يعني. واللي يكسب ماتشين ياخد بطولة الدوري عام. دي صعبة جدا. صحيح. كانت مسابقة يعني يعني محترمنا الشديد طبعا ان المسابقة كانت قريبة من الاربعة سواء اهلي او سموحة او زمالك او اي واحد كان. نعم. سموحة ما نعم. يعني كان الاقرب كمان سموحة. يعني لو العجيزي ما قصش شعره كانت الكورة بالظبط كده لو عمل بس يعني القصة بتاعت زمان. صحيح. نعم. فبطولة طبعا خادعة بالنسبة للنادي الاهلي. طبعا اخفاق في بطولة الكاس، هو حتى النادي الاهلي كان باين ان هو مش مركز برضو في بطولة الكاس. عرض هزيل جدا، كلنا كنا حاطين ايدنا على قلبنا في ماتش النجم. محدش عارف الظروف اللي جاية. تعرف النادي الاهلي في الازمات وفي الصعوبات بتلاقي برضو الدنيا تتلم. مزيد من الخبرات. اللعيبه الانتدابات الجديده اللي جابها النادي الاهلي لسه برضو ما بنتش، لسه كلها ما لعبتش. بنامل ان احنا يعني ان ان شاء الله في الادوار اللي جايه ان النادي الاهلي باين مستوى افضل. ولو ان برضو يعني انا خايف من لسبب تاني بقى، هو عدم حضور الجماهير. طبعا الجماهير في الظروف اللي احنا شايفينها دي صعب انها ترجع. عشان برضو مش جمهور دور جاي من غير جمهور. يعني عشان نبقى صراحه، انما برضو كان الحافز الاساسي في مكسب النادي الاهلي طبعاً. هو الجمهور طبعا طبعا، سواء بقى بكبار طبعاً. بصغيرين طبعا. وانت عارف يا كابتن احمد طبعا من زمان والجمهور كان دايما مالي المدرجات طبعا. فطبعا ده مأثر تأثير كبير برضو في لعيبة لسه برضو عايزة الدعم. لعيبة صغيرة عايزة مؤازرة جماهيرية كبيرة. لما تنساش برضو ان الفرق التانية كانت بتيجي تتخضم الجمهور. ده صحيح. دلوقتي احنا بنلعب تقسيمة في ملعب فرعي. فاعتقد ان الفترة اللي جاية دي احنا دايما واقفين جنب النادي الاهلي وبنقول وبندي اعذار، بس هنيجي في وقت معين بقى خلاص الاعذار. يعني انت ما زلت في مرحلة الاعذار لسه لغايه دلوقتي. بس عايز اختلف معاك كده في نقطه اذا سمحت لي يعني. طب. واحنا نادرا ما نختلف يعني. أي. لكنه انت قلت الاولاد الصغيرين من اسباب زعل الجمهور هم الاولاد الصغيرين. يعني الجمهور كان فرحان قوي بتجربه رمضان صبحي. تمام. بكريم بامبو مش مسجل افريقيا. تمام. بعمرو جمال وبقى هداف وانضم المنتخب بالشبراوي. تمام. بعمرو اشرف بعمرو يعني حسن. يعني شايف انه في خمس ستة بعدهم. يعني عمرو جمال تشهر دلوقتي انه في جفوه بينه وبين جريده. تمام. رمضان صبحي اصلا ما بيلعبش، وحتى لما بيلعب يعني بيلعب على سطر ويسيب سطر. والناس بتقول لك احنا نصبر ونخسر بس نكسب شباب صاعد يعني. وبعدين كمان بيردوا على حضرتك انه الله، طب ما الخطيب اعتزل وطاهر ابو زيد اعتزل وثابت البطل الله يرحمه اعتزل والاسماء العظيمه دي كلها وربيع ياسين ومجدي عبد الغني والناس دي كلها اعتزلت. تمام. واستمرت. هل الاهلي هيتوقف على بركات ابو تريكه؟ طب ما رجالك حسام غالي، كنت بتقول حسام غالي. تمام. رجالك وليد سليمان، رجالك عماد متعب، ايه المشكله؟ انا عايز اقول برضو ان الفتره دي فتره برضو حساسه. تحس ان فرقه النادي الاهلي فجاه فضيت. يعني 2 لعيبه ما بقتش برضو زي 2 لعيبه يفضوا الفرقه كده. ما انت لما تيجي معقوله يعني؟ وبعدين ما هو بركات كان بيتصاب، ابو تريكه كان بيتصاب. انا عايز بركات غبي يجي سنه عن الملعب. انا عايز اقول ان برضو يعني النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت دي غير الناس اللي اعتزلت والناس اللي مشت للتعاقدات وكده، وفي كم كبير كان برضو، ودي علامه استفهام برضو كانت موجوده. الاصابات الكتيره اللي كانت في النادي الاهلي على غير العاده. تحس ان الفرقه فجاه فضيت.
زي بقول لك برضو يمكن كان الوضع ده ممكن يبقى احسن من كده شويه لو في مؤازره جماهيريه. احنا عارفين ان جمهور النادي الاهلي، وانا لازلت مصر ان جمهور النادي الاهلي بيفرق 60-70% مثلا 50% 50%. العنصر ده مش موجود مع برضو ولاد صغيرين. تركيبه الفرقه كمان موجود في ناس ولاد النادي الاهلي وفي ناس جايه من بره، الانسجام برضو ما بقاش يعني لسه ما بقاش موجود. فاحنا انا بص انا عايز اقول لك حاجه، انا بقول لك الكلام ده دايما انا ايه كده اقعد ايه اضيفي طالما قفلت عين وفتحت عين يقول كلام وهو مش مقتنع بيه عيني فهم جاي مغير الموضوع، عارف نخش في موضوع تاني. حقنا يا كابتن احمد على النادي الاهلي ان احنا نفضل مساندين. لا نفضل مساندين. انت النهارده بتتكلم، احنا كلنا اولاد النادي الاهلي، راجل مذيع بقول الكلام ده على الهواء انت عارف ده. تمام يعني طبعا طبعا، لكنه الجماهير غاضبه، الجماهير متضايقه، يعني الجماهير بتحب النادي. عارف لما تقول لهم الاهلي في ازمه تمام، حتى لو ما بيحضروش المباريات هيقفوا جنبك بشكل واضح. الجمهور الاهلي حتى زي ما انت قلت ما فرحش ببطوله الدوري اللي بالظبط، رغم انها لان الاداء مش كوره النادي الاهلي. مش كوره طبعا النادي الاهلي بالظبط. انا عايز اقول برضو انا كل ما اكلم واحد اهلاوي يقول لي والله تصدق سموحه كان احق. بالظبط. والله طبعًا. والله اسمها كده ناس كتيره جدا هيقولوا كده. نعم ده حقيقي. اللي انا عايز اقوله ان برضو احنا لازال النادي الاهلي هو الفريق الوحيد اللي لسه مستمر في البطوله الافريقيه. مظبوط. فده في حد ذاته بقى، سيبك من الداخليات والاداء واللي 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 والحاجات اللي احنا مش راضيين عنها ونامل في الاحسن، بس لازال النادي الاهلي جوه البطوله الافريقيه داخل على دور قبل النهائي. انت عندك امل انه الاهلي بيتغير مستواه في السيمي فاينال وان شاء الله في الفاينال يصل يعني. انا بقول كده ان شاء الله. طبعا لازم انتوا تشوفوا لنا حل في موضوع الجمهور لو وصلنا النهائي ده، لازم لها حل يعني. نعمل ايه يعني؟ يعني لازم يبقى في على الاقل حد ادنى، هم يظبطوا يعني نفسهم يعني. يعني حد ادنى، مش حد ادنى، اول ما بتقول في جمهور الملعب بتملي عشان يكونوا واضحين يعني. ما احنا ما نقدرش في ظل طبعا القرف اللي موجود من المجاميع اياها دي. لا مش عايزين نجيب حلقه كامله يعني. بص كل شيء وبص مش حنطق يعني، هقول لك هقول لك كده من 1 لحد 50. عد معايا من 1 لحد 50 وبص مش حنطق، مش هتكلم، هقول كده 1 2 3 لحد 50. ومش صعبه خلي بال حضرتك طبعا يعني. والناس بقت تحدد يعني، فزي ما انت قلت في ظل القرف هي يعني. الناس اللي لغايه دلوقتي ما حددتش يعني لغايه دلوقتي الناس شايفه قدامها اللي بيحصل وشايفه يعني. انا طبعا بحييك من هنا لوقوفك ضد مجاميع الالتراس دي من زمان، مش من سنه ولا اتنين، من اول ما ابتدوا يعني. انت كنت مؤيد ليهم لما كانوا بدخلاتهم الجميله، لما كانوا الاهلي اي اف سي، والتشجيع الجميل والاداء الحلو اللي ضاف للجمهور كتير. يا سلام. من اول ما بقى حادوا عن الاتجاه وبداوا يضربوا وبقوا في دماغهم حاجات تانية غير انهم يتفرجوا على الكورة، وبدأوا يبقى ظهرهم للملعب وكده. من هنا انت وقفت معهم بغض النظر عن الناس اللي كانت لسه بتطبل واصل نغمة كويسة واحنا نساعدهم وشباب صغير ومش شباب صغير وكلام من ده. الكلام ده طبعا كله غلط. ان شاء الله تستمر انت في وقفتك القويه لغايه ما تنتهي ان شاء الله الجمعه وتتحل وتتحل. انا موعدك الجمعه الجايه ان شاء الله بإذن يعني بإذن الله. طيب خليني برضو اسالك يا محمد عن مدرب المصري، وانت اتمرنت مع مصري واتمرنت مع اجنبي. انت الناس لازم تعرف انت كنت 84 انت كنت بتلعب نهائي كاس مصر، 85 كنت بتلعب نهائي الدوري العام. مشيت امتى في 87 بعد ما حققت عدد كبير من البطولات، 4 بطولات افريقيه او 5 ودوري عام، حوالي 3 بطولات دوري عام اكتر، وكاس مصر 5 دوري عام كمان وكاس مصر. لان انا بادئ من 81 انت بادئ قبل بسنتين ثلاثه كمان. طب اسالك انه هل الناس بدات تعود للمدرب المصري؟ نجاحات حسام البدري، نجاحات محمد يوسف، نجاحات فتحي مبروك، كان على الاهلي انه استمر بالمدرب المصري، ما كانش هيبقى في اي لوم ولا عيب على مجلس اداره لو استمر بالمدرب المصري، حتى لو كان له وجهه نظر في يوسف وقصه كانت معروفه وجاب فتحي مبروك. لماذا لم يستمر فتحي مبروك او لم يعود حسام البدري؟ بس حسام البدري كان مش من المستحيل ان يعود لانه العلاقات بينه وبين علاء عبد الصادق مفيش عمار، فكان صعب ان هو يرجع. ده الكلام اتقال غير كده، المهندس محمود طاهر كان جايب حسام البدري، كابتن علاء عبد الصادق رفض حسام البدري. خد من الاخر يعني، هم كلهم بيزعلوا من كلامي ده. لو انت مستضيف جمهور كان ممكن نقول غير كده. لا احنا في القصه وعارفين يا اصحابنا يعني. هل كان الافضل الاعتماد على المدرب المصري؟ والله انا كنت شايف ان الكابتن فتحي يكمل. صحيح. المرحله لازم يكمل. اولا المرحله دي كان قوامها لعيبه الكابتن فتحي اللي كانوا معاه، فده كان اولى ان هو يستمر يكمل بيهم الكاس. مرحله انتقاليه تيجي مثلا وليكن بعد
الدور الافريقي ده بيبقى فيه مسافة شوية. ممكن بقى لو عايز مدرب ممكن كان جيل مدرب بس كان يعني ووتشنج بس للناس متابعة كده المشاهدة لغاية ما يقدر يمسك الفرقة. مش عيب ان انا استعين بمدرب اجنبي بس يكون على كفاءه. بس كابتن فتحي قال لك انا اشتغل مدرب عام. يعني كابتن فتحي الراجل حيفهم داخله معايا وخبطني. انت عارف ولاد النادي الاهلي يعني عندنا الحته دي. كابتن فتحي ما بيقولش لا ابدا يا عمرو في المواقف مواقف كتيره جدا جدا عمرو يعني بصراحه. والله طالما النادي الاهلي احتاجني لو قاعد على البوابه هقعد على البوابه. الظاهر النادي الاهلي خد على كده. الظاهر عشان كده بيضغط على اولاده. بالظبط كده. لان انا ملاحظ يعني هو مع الغريب ممكن يبقى انما مع الولاد دايما بيقرص لان عارفين ان مهما يعمل فينا مزبوط. حتى احنا برضه بنحب تلاقينا احنا نقول لك احنا تحت امر النادي بالظبط. فجيب لك واحد من بره غريب يديله 10 اضعاف اكتر من اللي موجود وما يديش. انا جابوا جون اسمه تبان سوتو من لسوتو والله. ما انت كنت موجود يا محمد. فلقيت تبان سوتو ده بياخد قدي 5 اضعاف. فكان الكابتن صلاح حسني كده قلت له يعني انا ما بنطقش في التجديد. أيوة بس ما ياخدش قدي 5 اضعاف يعني والجون الثالث في النادي يعني. قال لك اصل انت ابن النادي فتسكت. هي الظاهر دي حاجه يعني متاصله بقى في النادي انه دايما يقرص على لعيبته او ابنائه لانه عارف ان ابنائه دايما بيحبوه يستحملوا وبيحبوا مهما بيحصل. احنا مع النادي الاهلي. طبعا الكابتن فتحي يعني مدرب كبير واثبت في مواقف كتيره وقفته مع النادي الاهلي في الازمات ووقفة بتبقى ناجحة كمان يعني. اختيارهم للمدرب الجديد انا معرفش طبعا تفاصيل الاختيار او تفاصيل التوقيت. حد حبيبي هتقولها فمش بس مش هتقولها. عندي حبيبي قوي يعني هو مش في مش في السلك الرياضي وفي السلك الدبلوماسي. فطبعا لسه برضو عايزين ناخد وقت تاني نقدر نحكم على المدرب. انت مش انا من بعض الحكم بسرعه عليه يعني. بالظبط. لان انا مر علينا برضو مدربين ولاعيبه كنا استعجلنا قوي في الحكم عليهم وبعد كده فلافيو مثلا قعد موسم كامل مزبوط. الناس كمان يا ريت كانت بتتريق عليه بقى من احسن اللعيبه اللي جم النادي الاهلي. طب اقول لك سر. انا كنت نائب رئيس اتحاد الكوره في الوقت ده وجالي شخص بارز في الجهاز الفني فقال لي هو الحرف من اسمه ايه ولا لا لا والله طيب. وقال لي عايزين نمشي فلافيو بس بحيث تسمحوا لنا نجيب لعيب اجنبي بداله بدل نجيب اجنبي بداله فيعني اعمل لنا كده حاجه في المجلس لان الراجل خلاص ده بعد قد ايه بعد كذا شهر بعد 3-4 شهور فاللائحه لا تسمح طبعا على الاطلاق يعني فقلت له حضرتك شايف اللائحه تسمح قال لي ما البركه فيك انت من النادي الاهلي قلت له عشان من النادي الاهلي خالف اللوائح يعني لا طبعا ما ينفعش اخالف اللوائح على رقبتك انا عارف الراجل والراجل قال لي الراجل مش طايقه ومش عارف ايه تصدق بالله بعد بعد الحديث ده باسبوع انطلق فلافيو بقى ولا كان بعد 6 شهور او بعد سنه ما اعرفش كانوا فعلا عايزين يمشوه يعني انا بقول لك حتى المدربين كانوا زهق منه لكنه سبحان الله انا اقصد ان ندي بس فرصه يعني ندي فرصه وطالما ان المسائل لسه تحت السيطره وان احنا لسه في بطولة افريقيا وان احنا يمكن يعمل جايزة يعني انت من امثال الصبر على المدرب لان انا برضو على حد علمي من بعض المساعدين ان احنا والله احنا مش شايفين حاجات كل اللعيبه بيقولوا لي جديدة وشايفين حاجات بنقعد نتفرج وبنعمل فاذا الراجل ده يعني جاي بفكر معين مش عايز اجيب لك مدام منى على التليفون دلوقتي صديقتنا العزيزه بتدخل وخبيره كوره ومتابعاه في الدوري الاسباني والدوري البلجيكي الحقيقه فبتخليني اسكت يعني هي برضو مرحله انتقاليه لان برضو غير الدوري الاسباني والبلجيكي غير الدوري المصري وهو جاي برضو على افريقيا يعني ما لعبش الا يمكن حاجه بسيطه في في البطولات المحليه فالناس اللي معاه بتقول الكلام ده فاحنا برضو عايزين نصبر يعني طيب. نصبر شويه يعني غني له موال الصبر بتاع شفيق جلال استاذ صبر وانا بعلم الصبر يعني كنت بغنيها لكم على طول يعني طيب خليني اروح لمشوار تاني او سكه تاني الناس بتقول يا كابتن محمد انه لما الاهلي بيبقى كويس المنتخب بيبقى كويس تمام وحتى لما جبنا بس حضرتك مش موجود نهائي كاس مصر 88 كان في مثلا انا وكابتن ثابت البطل كنا الحراس المنتخب طبعا. كان في هاني رمزي كان في ربيع ياسين كان في ابراهيم حسن كان في حسام حسن كان في طاهر ابو زيد كان في ايمن شوقي كان في بدر رجب ده 88 كابتن هاني مصطفى ولا كان مين؟ لا كابتن جوهري كابتن جوهري 88 فيصل متاسف فيصل انا اسف 84 كان الجوهري فيصل ايوه سنة تمام النادي الاهلي يعني 88 دوري وكاس وعاملين كل حاجه ف يعني 9 تقريبا كانوا في المنتخب وفي الوقت نفسه كان جمال عبد الحميد وكان اكتر من لعيب من الزمالك على مستوى عالي موجودين في المنتخب الان الاهلي مش في حالته والزمالك مش في حالته
واللعيبه المحترفين يعني ما بيلعبوش قوي هناك. حتى محمد صلاح يعني فاكتنا ما بيلعبش. تمام. مش شايف انه ده؟ وانا بصراحه ما انا بقول لك اهو بامانه انا خايف جدا سنغال. يعني بص قليل البخت يلاقي السنغال في طبعًا المجموعه طبعا، وقليل البخت يلاقي تونس في المجموعه، وحتى بوتسوانا في المجموعه يعني طبعا. ف مش شايف ان ده ممكن ياثر على فرصنا في التاهل لنهائي الامم الافريقيه؟ ده صعبه مع السنغال هناك ومع تونس. مليون في الميه يا كابتن طبعا. مليون في الميه هاثر. النادي الاهلي قوام منتخب مصر، النادي الاهلي ثم نادي الزمالك. نعم. يعني حتى على مدار الاجيال كلها بتلاقي دايما الغلبه كانت لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا مش في حالته، وده خوف. لو حضرتك ترجع بالذاكره بقى بطولات افريقيا اللي خدناها ورا بعضها 6 و8 و10 النادي الاهلي كان في التوب. ده صحيح. بطولات افريقيا 88 كاس عالم الانديه اللي ترهلك لكاس العالم بالظبط كده سنه 90 بالظبط كده. انا تعمدت اعدي لك الاسماء دي طبعا عشان تعرف كفايه حسام وابراهيم وربيع ويعني مثلا كنت وراهم مجدي عبد الغني من ابناء النادي يعني فاهم، هاني رمزي يعني كل دول كانوا في افريقيا. فاحنا هنروح بعيد ليه؟ احنا بالارقام وبال الخبرات السابقه النادي الاهلي كويس، منتخب مصر كويس، وخصوصا ان احنا لازلنا المحترفين بتوعنا مش على المستوى المطلوب. اللي بيلعب شويه بيطلع يلعب ماتشين ويرجع يريح تاني، بيختفي، بنبص نلاقي الناس بتلعب موسم وبتتعاقد مع انديه اقل. شفناش دايما اللعيب الكويس المحترف بيطلع من نادي صغير على نادي اكبر على نادي اكبر او على نفس المستوى. احنا نلعب في نادي نص نص وروح نازلين بقى وداخلين على تركيا وداخلين على معرفش ايه والكلام ده. وتفر بس نلعب. بس نلعب. ففي جميع الاحوال ما عندكش العناصر المحترفه اللي تقدر تعوض لك غياب اللعيبه المحليه. كذلك الدوري السنه اللي فاتت لا يرتقي انه يطلع لعيبه على مستوى عادي عالي ان هم يلعبوا في منتخب مصر. لازم يبقى فيه بطوله كبيره وبطوله منتظمه لدوري عام عشان تقدر تطلع عناصر. وده مش موجود. وده مش موجود. بص تلاقي المفروض احنا عاملين افراح ان احنا الدوري والكاس كملناه، وتلاقي كمان اربع خمس فرق من مصر داخلين ومستمرين في البطولات الافريقيه ياخدوا الخبرات برضو الدوليه. الكلام ده كله مش موجود. فبالتالي مهما بقى تجيب فلان او فلان او احسن مدرب في العالم او هي مساله التربه ادوات انت بتستخدمها لعيبه عناصر معينه بتقدر انك تعمل بيها فريق. خليني اسالك كبشاوي غريب الان يعني بيقود تدريب للمنتخب في اسوان، رايك في التجربه؟ انت مدير منطقه القاهره لكره القدم لكن انا بكلمك كمحايد يعني لانك تابع الاتحاد دلوقتي، لكن رايك في التجربه الذهاب الى اسوان؟ لانه كمان تاكدت ان الجو في اسوان رطب جاف ما فيهوش رطوبه وبالليل الجو بيبقى حلو قوي تمام، والدور اللي انا بتتمرنش في قاعده في الفندق يعني واستقبال اهالي اسوان تمام. شايف التجربه ان انت تتنقل الى اسوان تعسكر، ان انت تلعب مباراه مع كينيا في اسوان، هل ده اعداد جيد؟ هل هي فكره جيده للتحضير لمباراه السنغال الصعبه جدا؟ والله بص كابتن احمد، انا في جميع الاحوال طبعا عنصر الجماهير مش موجود، فانا باخد فرقتي وبطلع مكان في اسوان. انت عارف برضو جمهور اسوان والناس في اسوان محبه لكره القدم قوي. ممكن ده يدي برضو يعني ممكن ده يدي نوع من برضو الاحساس بالامان بالنسبه لل ده مهم الخارج رسالة. ان احنا رايحين ومعسكر منتخب مصر والماتش الاول بجمهور والماتش بجمهور وكده، ممكن يعمل نوع من ترويج شكل استاد اسوان دلوقتي، شوف ترويج السياحي في استاد عالمي زي استاد اسوان. فاعتقد يعني يمكن انا معترض بس على اختيار الفرقه. ما هو انت مش لاقي هتعمل ايه يا عيني؟ ما هي دي بقى، ما هو بقى يعني الدنيا كلها هتجيب السعودي يعني احنا خطبنا امتى بقى يا كابتن؟ لا من بدري الحقيقه للامانه. شوقي شاطر في الحاجات دي انا ما بدافعش، انت عارف انا هنا يعني يبقى لهم عذرهم في دي. لا شوقي بص يعني انا اسف اتمرمط طبعا. واحمد حسن طبعًا كمان ادارجي طالع شاطر طبعا يعني. طبعا هم خد اكتر من 12 دوري. هي يعني برضو فرصه كويسه احتكاك مهما كان برضو افريقي، مش جايب مثلا فرقه من هنا ولا هنا، برضو احتكاك افريقي. محتاجين هم برضو البعد برضو عن العاصمه بالصحفيين بالاعلام، ممكن يديها نوم يعني هناك يعني الى حد ما برضه يعني الى حد ما هيدي برضه نوع من التركيز. اعتقد يعني ان ممكن يجيب ثماره يعني. طيب خلينا نروح معاك لملف ثالث، وملف الزمالك عوده حسام حسن. والحقيقه حظه سيء المباراتين اللي خاضهم مع الزمالك، خسر مع فيتا. هو دايما
يعني حظه كده بيرجع بيبقى على مباراة وبيخسرها. يعني لو تفتكر مع الدوري مع حرس الحدود وخسرها 1-0 كان مع فيتا في الاسكندريه. تمام. خسر 1-0 ثم مباراه الهلال وانا الحقيقه كنت متخيلها مباراه سهله وكنت عايز الزمالك يفوز معنويا بس انه ايه هنعافر في قضيه اللاعب بتاع فيتا ده وانا الاتحاد الافريقي حسمها واحنا كنا منفردين هنا بالقضيه وبالاتصال بشطه وتاني يوم انا طلعت وقلت يا جماعه القرار هيكون ضد الاتحاد الكونغولي وليس ضد النادي اسف ضد الاتحاد الرواندي وليس ضد النادي وهذا ما حدث بالظبط. يعني رواندا استبعدت كونغو تأهلت وفيتا اللي تعادل مع مازيمبي من امبارح واختصموا البطاقه الاولى والبطاقه الثانيه. هل الزمالك 18 لعيب يعني كانوا بيقول خمسه فين العدو لا انت ضرب خمسه وخمسه وخمسه وفيهم ثلاثه كمان واسماء كبيره يعني كانت الاسماء عندي يا رب لاقيها لك اسماء كتيره قوي يا محمد. هل شايف انه كسر التعاقدات اهو بص يا باشا احمد الشناوي حراسه المرمى الدفاع ديودار بازوكا علي جبر اسلام جمال صالح موسى رضا العزب احمد سمير علي حسين ثمانيه في الدفاع معروف يوسف محمد شعبان محمد كوفي ابراهيم صلاح ايمن حفني احمد عيد سته في النص خالد قمر باسم مرسي عبد الله السيسي جاب الفريق بالاحتياطي يعني هل كسره التعاقدات ممكن تكون نقمه ولا اللي عمله الزمالك هو الصح؟ هيرجعنا برضو لفريق الاحلام في نادي الزمالك وكل كلهم كانوا اربعه لعيبه كان ساعتها بس كانوا اربعه من خلاصه اللعيبه انا فاكر مين غير الكاس مين كان الكاس وكان اعتقد قاسي سعيد من الجزائر ساعتها ايمن منصور جه من السكه حقيقي لا ايمن كان موجود كان موجود ايمن هو اللي شالهم ساعتها يعني كانت الفرقه يعني انا اقصد برضو ان كسر التعاقدات احيانا وكانوا خدوا ايمن شوقي وكانوا خدوا عبد الجليل وكانوا خدوا لعيبه كان زكريا كان لسه زكريا كان قبل كان قبل كسر التعاقدات ممكن لو المدرب مش على قدر كافي من القوة والصلابة والحزم ممكن تعمل له مشاكل كتيرة جدا جدا. احيانا برضو كسرة اللعيبة على قد ما هي بيبقى المدرب عنده اوراق كتيرة في ايده يقدر يغير وكده بتديله نوع من التشتيت شوية ما يقدرش يركز لانه مش عايز يركز على مجموعة واحدة والباقي يزعل فبيضطر دايما يبقى مدخل العناصر كلها موجودة. فاعتقد ان حسام حسن من الكفاءه والقدره ان هو يقدر يتحكم في اللعيبه دي ويختار العناصر الاساسيه الموجوده يقدر يعمل منها فريق كويس يعني. طيب خليني بقى اروح لفاصل بعد الفاصل ابدا حوار الذكريات مع النجم محمد حشيش لانه عنده ذكريات قد كده اهو بعد الفاصل.